خلاص هنكمل احنا بقى وهما هيدخلوا دلوقتي. طيب ماشي، نرجع تاني. احنا كنا بنقول ان انا عندي اول حاجه ان انا عندي نوع الجوينت ممكن يكون سلايدنج. السلايدنج ده اللي هو ايه؟ يعني انا عندي الوول بتاعتي ده بيبقى شكلها ده شكل الوول، مفيش اي حديد داخل من الوول لحد الارضيه، تمام؟ وبحط هنا كده الصوره ده الاسود ده ممكن احط فيه بيتومين، ممكن احط فيه رابر عشان يمنع ايه ان الميه تتسرب من هنا لبره، لكن مفيش اي اتصال بين الحيطه وبين الفلور. طيب حد عنده فكره هل انا هنا عندي هيتولد مومنت على الحيطه ولا لا؟ ممكن ليه بقى؟ ازاي؟ هو انا عندي سبورت اصلا بيمنع الحركه؟ ما عنديش. لو بصيت على الشكل اللي في الجنب ده، احنا عارفين ان المثلث ده ده الاحمال اللي جايه على الحيطه، صح؟ ده مثلث الميه اللي جايه على الحيطه. هل هنا عندي في اي حاجه بتمنع الحركه من تحت كده؟ لا، لو الميه زقت كده الحيطه تتزق عادي، تمام؟ فانا عندي ما فيش اي سبورت بيمنع ان بيمنع الحركه، فما عنديش مومنت هيتولد على الحيطه. يعني دلوقتي هنشوف مع بعض الحيطه دي هتتصمم على ايه، لكن كفكره عامه انت عارف ان انت ما فيش مومنت هيتولد على الحيطه، تمام؟ طيب وده بيبقى شكل الحديد بتاعي، تمام؟ طيب لو دخلنا على النوع الثاني اللي هو الفيكسد. الفيكسد ده النوع بتاعنا اللي احنا عارفينه، بيبقى فيه كونتينيوتي بين الفلور وبين الحيطه، وبيبقى ده شكل التسليح. ان انا عندي دخلت التسليح اهو، ده السيخ اللي احنا متعودين عليه، دخلت التسليح بتاع الارضيه في الحيطه، وكمان عملت هونش عشان الاستيفنس بتاعتهم تبقى واحده. فايه ده كده عباره عن فيكسد، هيبقى عندي هيتولد لي مومنت وهحط له تسليح، وزي ما احنا متعودين وهنشوف مع بعض دلوقتي، تمام؟ طيب ثالث نوع معايا عندي هو الهنجد. زي ما احنا واخدين قبل كده خدتوها تقريبا في الفريمات، الاتصال بين كان بين العمود وكان بين القاعده. لو انا عايزه اخلي الاتصال بتاعي هنجد، يعني مش هيتولد لي هنا مومنت، ايه اللي هيحصل؟ ان انا عندي اما احط بليت واحط سيخ كده، او ان انا احط ايه كروسنج بارز كده. ده عباره ان انا دخلت التسليح بتاعي بس في نفس الوقت ما خليتش فيه كونتينيوتي، تمام؟ حد عنده مشكله لحد هنا؟ هفترض ان محدش عنده مشكله. طيب يبقى انا عندي هنا عرفت ان انا عندي ثلاث انواع للحيطه نتيجه ال طبقا يعني للاتصال بتاع الوول مع الفلور، تمام؟ طيب طبعا هتفرق معايا في الحل، زي ما قلت ان انا عندي هنا الفيكسد هيبقى فيه مومنت، والهنجد مش هيبقى فيه مومنت هنا تحت، والسلايدنج فوق مش هيبقى فيه مومنت، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايزه اعرف اصلا ايه السترنج اكشن اللي بتبقى موجوده عندي في السيركولر تانك، وهل في اختلاف بينها وبين الريكتانجولر تانك؟ تعالوا نبص كده ونشوف هنا ايه الموضوع ده. انا عندي هنا كنت بصمم الريكتانجولر تانك على ايه؟ كنت باخد عندي شريحه فيرتيكال او شريحتين، لو انا عندي القطاع بتاعي بتاع الفلور عندي مش مربع، وكنت بصمم الوول عندي باخد فيها شريحه افقيه، تمام؟ كنت الشريحه الرأسيه بجيب منها الحديد الرأسي، والشريحه الافقيه بجيب منها الحديد الافقي، تمام؟ وكنت بشوف النوع التانك عندي وبوزع الاحمال على الاساس ده. طب انا هنا عندي في السيركولار تانك شكل الاحمال عندي ايه؟ عندي الفيرتيكال لود مفيش فيه مشكله، هو نفس مثلث الميه وهيروح على الحيطه يولد لي مومنت لو الاتصال تحت عندي كان فيكسد. طيب هنا بقى مفيش شريحه هوريزونتال، في عندي حاجه اسمها رينج تنشن. طب ايه الرينج تنشن دي؟ حاجه اسمها رينج تنشن. طب ايه الرينج تنشن دي؟ تعالوا نبص كده. ده عباره عندي عن الكروس سكشن بتاع السيركولار تانك شكل دائري. طيب والميه فين؟ الميه عندي جوه زي ما احنا متعودين. طب الميه دي بتعمل ايه؟ الميه دي بتزق عندي الخزان، حوائط الخزان لبره كده. طيب لما يكون الشكل عندي انا خدت اهو سيكشن كده قطاع قسمت الخزان بتاعي، وبصيت عندي لقيت ان الميه بتزق عندي الخزان كده، فده ولد لي ايه؟ ولد لي تنشن في الحيطه هنا، وده لي تنشن في الحيطه اهي، اللي هو التنشن ده على طول يعني على طول القطاع الدائري بتاع الخزان، هلاقي ان انا عندي حاجه اسمها شد قطري، هلاقي ان انا عندي حاجه اسمها رينج تنشن. هو ده اللي بجيب منه الحديد الدائري بتاع الخزان ده. هناك الحديد الافقي كنت باخد ايه؟ شريحه هوريزونتال، وكنت بجيب منه الحديد الافقي. اما هنا اجيب الحديد الافقي من ايه؟ عن طريق ان انا اجيب التنشن اللي عندي هنا، اجيب التي اللي هي التنشن، واجيب منها حديد التسليح، تمام؟ حد معترض او مش فاهم حاجه لحد هنا؟ تمام، هكمل عشان ما عنديش وقت. انا دلوقتي عرفت ان انا عندي مومنت، ان انا عندي المومنت بتاعي لو انا عندي الحيطه اتولد فيها مومنت هجيب منها الحديد الفيرتيكال، ولو انا عندي وانا عندي الحديد الهوريزونتال هجيب منه هجيب الرينج تنشن واجيب منه الحديد الهوريزونتال، تمام؟ طيب لو انا ما عنديش مومنت، كانت الحيطه بتاعتي سلايدنج مثلا، خلاص هحط الحديد الرأسي ده، هحط ان هو حديد مينيمم، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. ده كده احنا عرفنا بشكل عام ايه اللي بيبقى موجود في الحيطه بتاعتي، ايه شكل اللود، لان انا
متفقين من الاول خالص ان انا عشان اجيب الحديد لاي قطاع خرساني لازم اعرف شكل الاحمال اللي جاي عليه. طيب شكل الاحمال اللي جاي عليه عبارة عن ايه؟ عبارة عن تنشن في الحيطة هجيب منه الحديد الهوريزونتال، ومومنت عندي جاية من الأحمال الفيرتيكال اللي هو ضغط الحيطة، ضغط المية قصدي، هطلع منه الحديد الرأسي. ولو ما عنديش مومنت هستخدم ايه؟ اريا ستيل مينيمم. طيب تعالوا نشوف أول حاجة مع بعض ايه اللي هو زي ما اتفقنا ان انا عندي لو السبورت بتاعي كان سلايدنج، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده احنا هنا شكل الحمل بتاعي عامل ازاي. شكل الحمل بتاعي اهو مثلث المايه اللي احنا متعودين عليه. طيب هنا اللي تحت ده، اللي تحت ده قيمته كام؟ مثلث المايه قيمته كام من تحت؟ جاما ووتر اتش ووتر، الدبليو دي اللي هي جاما ووتر يعني، تمام؟ جاما ووتر اتش ووتر ده قيمة ال أقصى قيمة للحمل عندي، أقصى قيمة للحمل عندي دي اللي هتولد لي التنشن فيه الخزان، لان انا اتفقت عندي لو انا عندي سلايدنج هنا البيس بتاعي كان سلايدنج يبقى انا مش هيبقى عندي مومنت، تمام؟ تمام؟ طيب يبقى انا هيبقى عندي الحمل ده هو اللي هيولد لي تنشن. طب انا ازاي اجيب قيمه التنشن اللي اتولدت لي على الحيطه دي؟ طيب تعالوا نبص كده مع بعض. لو انا خدت، انا زي ما شفت هنا ان انا كان عندي ده شكل القطاع الدائري وده شكل ضغط الميه، لو انا جيت كده وقسمت القطاع بتاعي في النص، تمام؟ هيحصل لي ايه؟ هيبقى انا عندي اهو داش كده القطاع بتاعي، وهيتولد لي هنا، هيتولد لي هنا، بص ده كده هيبقى شكل المي ضغط الميه، مش هيتولد لي هنا زي كأن رياكشن كده قيمته ايه؟ هسميها ان ده قيمة التنشن اللي عندي، تمام؟ طيب والحمل ده قيمته ايه؟ نفس القيمة دي اللي هو البي في الاكس. طب ايه البي في الاكس دي؟ زي ما قلت ان انا عندي هنا قيمة الحمل بتاعي تحت قيمته جاما ووتر اتش ووتر. طب لو انا عايزة اجيب قيمة الحمل هنا مثلا، يبقى انا هقول او هنا مثلا هقول قيمة الجاما ووتر في المسافة دي اللي هي الاكس، فانا سميت عن الارتفاع بتاعي عند اي نقطة سميته اكس، تمام؟ فانا الحمل بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن بي اكس، بي اكس دي بتساوي ايه؟ جاما ووتر في الاكس، تمام؟ طيب عشان اجيب الحمل عندي الماكسيمم، امتى الحمل ده يكون ماكسيمم؟ لما تكون الاكس عندي بتساوي الاتش. يبقى دي اول حاجه مكتوبه عندي هنا، ان البي اكس عندي بتساوي جاما ووتر في الاكس. طيب البي ماكسيمم هتبقى جاما ووتر في الاتش. طب لو انا جيت قسمت كده خدت نص الحيطه عندي، تمام؟ فالحمل بتاعي بقى ايه؟ عباره عن بي اكس. طب عشان ايه اركزه؟ هضربه في المسافه دي، المسافه دي اللي هي عندي ايه؟ اللي هي عندي القطر اللي هو الدي بيساوي 2 ار، تمام؟ فانا المسافه الحمل ده لما ركزته كده بقى البي اكس في الدي اللي هي 2 ار. طب بيساوي ايه؟ بيساوي الرياكشنات اللي عندي اللي انا سميتها التي. تعالوا نشوف كده، يبقى 2 التي هيساوي البي اكس في المسافه اللي هي الدي اللي هي 2 الار. طيب نبدا نختصر دي، الاثنين هتروح مع الاثنين، يتبقى ان التي اكس بتساوي البي اكس في الار. طب البي اكس احنا متفقين ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي جاما ووتر في الاتش في الاكس. طيب امتى القيمه دي تبقى ماكسيموم؟ لما الاكس تساوي الاتش. ده اللي انا عايزه اوصله في الاخر، ان انا عندي التي ماكسيموم تحت بيساوي جاما ووتر اتش ووتر في الار. وناخد بالنا ان دي ار مش دي، الار اللي هي الراديوس مش الدايمتر، تمام؟ طيب يبقى هنا كل ده انا كنت بشرح لك بس ازاي نجيب قيمه التي ماكسيمم تحت. هنا نراجع كده بسرعه، قلنا ايه؟ قلت ان انا عندي الحمل بتاع الحيطه قيمته بي اكس، تمام؟ قيمته ايه؟ جاما ووتر في الاكس زي ما احنا متعودين. طيب الاكس دي لو بقت اتش تحت هنا اللي هي الارتفاع ده كله، يبقى دي الماكسيمم. طيب الحمل ده لو انا خدته كده حمل يونيفورم على نص قطاع الحيط، تمام؟ عايزه اركزه، يبقى هقول البي اكس في المسافه بتاعته اللي هي القطر اللي هي الدي، تمام؟ طب الدي ده ولد لي تنشن جوه الحيطه اللي احنا شفناه هنا اللي هو التنشن ده، تمام؟ قيمته قد ايه؟ لو انا قلت هنا 2 التي هيساوي 2 البي اكس في الار، وجبت قيمه التي. طب عايزه اجيب قيمه التي ماكسيم، هتساوي جاما ووتر اتش ووتر، تمام؟ ده كلام المفروض بقى ان انت بتعمل ايه؟ انت عشان تجيب الحديد، احنا اتفقنا ان تي ماكسيمم دي عشان تجيب الحديد محتاج ان انت تصممها، مش احنا خدنا في الاول خالص ان انا بقول التي عشان اجيب الاريا ستيل قصدي. ازاي كنت
فكروني كده، عرفني انتوا سامعيني ازاي. كنت بجيب الاريا ستيل اللي قطع عليه تنشن بس. تي في ال في الواحد ونص تقريبا بحاولها التميت على الجاما ستيل، على ليف فيلد في الجاما ستيل، على الجاما طيب ستيل. ماشي تمام مظبوط. طب ده لو كان اير سيكشن، طب لو كان ووتر سيكشن؟ لو ووتر سيكشن بعمل ديزاين عادي بالمومنت لا لا بالتنشن برضو، بس كنت تنشن بقسم برضه على خلاص. البيكا اه تمام ماشي. ده الفرق. كنت بعمل تشيك ستريس دي تمام، وكنت بعمل ايه، بقسم على البيتا كريك. طب انا القطاع بتاعي ده هصممه على انه اير سيكشن ولا ووتر سيكشن؟ ووتر سيكشن بالظبط، ده قطاع عليه تنشن ومعرض للخزان بتاعي، فانا هصممه على انه على انه ووتر سيكشن تمام. يبقى انا عندي اللي هو اللي هو السلايدنج بيز ده بيتحل في كام خطوه؟ هي خطوتين. خطوه ان انا هقول التي ماكسيمم بتساوي جاما ووتر في اتش ووتر في الار، والخطوه الثانيه ان انا هقول الاريا ستيل هتساوي التي اللي عندي على البيتا كراك في الاف فيلد على جاما اس. كده طلعت الاريا ستيل. طيب الاريا ستيل دي انا هحطها فين؟ هحطها هنا كده، هحطها في ان هي الافقيه او في الاتجاه الرينج تمام. طب وفي الاتجاه الافقي هحط اريا ستيل مينيمم تمام. طيب الاتجاه اللي هو الافقي ده هيبان معايا ازاي؟ هو اللي هيبان معايا النقط دي، النقط اللي كانت باينه لي دي، ده اللي انا جايباه من الرينج تنشن. النقط دي الحديد المنقط ده هو اللي انا جايباه من الرينج تنشن، والحديد ده عبارة عن اريا ستيل مينيموم تمام. حد تايه مني ولا هنا لحد هنا تمام؟ مش مهندسين؟ تمام تمام باشمهندس. طيب طب هل انا هاخد هنا فيرتيكال ستريب؟ لا مش هاخد فيرتيكال ستريب لان ما عنديش مومنت تمام. فقلت ان انا هنحط فيها الاريا ايه، هنحط فيها اريا ستيل مينيموم تمام. هو انا محدش بيرد عليا ليه غير حسام؟ مش معنى ان احنا هنا في الاونلاين انتوا ما تردوش عليا. تمام يا باشمهندس مع حضرتك. ماشي لا جديد ماشي. طيب يبقى هو انا لخصت لك بقى كل اللي احنا قلنا ده في كلمتين، ان السلايدنج بيز بتصممه على الرينج تنشن ومفيش عندي فيرتيكال ستريب، وبجيب كونتل تي، وزود خطوه بقى كمان ان احنا هنجيب الاريا ستيل من كونتل تي اللي عندي تمام. طيب ده كلام بيجي قليل قوي ومش بيتنفس في الحقيقه قوي. ايه اللي بيتنفس في الحقيقه؟ الفيكسد بيز زي ما احنا كنا واخدينها في الريكتانجولار تانك عادي جدا تمام. طيب هنبدا بقى نشوف الفيكسد بيز بقى زي ما احنا قسمنا الريكتانجولار تانك عندي الشالو ميديا موديل، الشالو ميديا موديل هنقسمها هنا برضو عندي في السيركولار تانك الشالو ميديا موديل تمام. طيب المره اللي فاتت كنا بنقسمها على ايه؟ على اتش، بنقسمها من اتش على ال، ونشوف لو هي اقل من نص كنت بخليها شالو، لو هي من نص لاتنين كنت بخليها ميديا، طب لو هي اكبر من اتنين كنت بخليها دي. طب انا هنا هقسمها على اساس ايه؟ هقسمها على اساس حاجة اسمها التانك نمبر تمام. طيب التانك نمبر ده عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. عبارة عن، تعالوا هنا هيبقى باين اكتر، ان هو عبارة عن اتش تربيع على الدي في التي، وانا كاتبة لك في الجنب هنا كده ايه الحاجات دي اللي هي ايه. الاتش ده اللي هو ارتفاع التانك تمام. كده كده انا عشان اقسم برضو سواء ديب او شالو او ميديوم، كده كده هعتمد على ابعاد التانك، بس مش هقول اتش على ال لان انا عندي التانك بتاعي دائري تمام. فانا هقول الاتش بتاعتي ايه على الدي، الدي اللي هي الدايمتر بتاع التانك. ونخلي بالنا قوي يا باشمهندسين اذا كنت انا بتكلم على دايمتر ولا على ريديوس تمام. انا هنا بتكلم على دايمتر، والسي ده اللي هو الوول سيكنس اللي هو سمك الحيطه اللي احنا كنا بنفرده ايه 250 او 300 تمام. طيب انا هنا جبت التانك نمبر تمام. هبدا اشوف بقى هو في انهي ريشيو من دول. لو التانك نمبر بتاعي طلع اقل من 4 من 10 يبقى نوع التانك بتاعي شالو. طيب لو طلع ايه من 4 من 10 ل 56 يبقى ميديم. طب لو طلع اكبر من 56 هيبقى ديب تمام. طيب يبقى احنا عرفنا اول حاجه احنا بنبدا بيها المساله خالص لازم اعرف نوع التانك اللي عندي ايه، لان هتختلف معايا في خطوات الحل تمام. طيب تعالوا نشوف كده. احنا النهارده هناخد زي ما عملنا في الريكتانجولار تانك بالظبط، هناخد الشالو وهناخد الديب، اما الميديوم ده كبير شويه فهناخده المرتين الجايين تمام. طيب تعالوا نشوف كده لو التانك بتاعي طلع معايا ديب، طلع معايا ديب شرط الديب ان هو ايه يطلع اكبر من 56 تمام. طيب هنا
لو طلع معايا ديب هيتولد عندي رينج تنشن، وفي نفس الوقت هيتولد عندي مومنت. تمام، ده شكل الستريننج اكشن على الديب تانك. طيب شكلها عامل ازاي؟ بص احنا كنا المفروض ان احنا ايه، ماشي تعالوا نقول. طيب شكل المومنت عندي هيبقى شكلها كده، والمومنت ده هجيبه بطريقة امبيريكال. تمام، طيب امبيريكال ازاي؟ هما ايه، لو الدكتور قالك، لو الدكتور قالك ان احنا هنصمم الحيطة بس، هنقول المومنت اللي جاي على الحيطة بيساوي ام اف، وقيمة الام اف اهو جاما ووتر في الاتش في الدي في التي ماكسيمم على 7.5، من 7.5 ل 8. تمام، هنشوف القانون ده دلوقتي. طيب وقيمة الرينج تنشن، قيمة الرينج تنشن يا باشمهندسين انا عندي كنت بقول في السلايدنج، تعالوا نشوف كده، كنت بقول في السلايدنج ان التي ماكسيمم عندي ايه تحت هنا، كانت قيمتها كام؟ كانت جاما ووتر اتش في اور. طيب انا لا، انا هنا في ال في الديب، في الديب عندي الرينج تنشن مش موجوده تحت، فاكرين زي ما كنا بنقول في في الهوريزونتال هنا، كنا بنقول في الديب تانك برضو هناك او كده، ان الهوريزونتال عندي كان مفروض ان كل مثلا الحمل ده يروح في الهوريزونتال، بس عشان ال هنا الاتصال بتاعي قوي، فجزء منها جزء منها بيروح للفيرتيكال. هنا نفس الكلام، انا عندي الماكسيمم بتاع التنشن مش هنا عندي، مش تحت، الماكسيمم بتاعي هيبقى على ارتفاع من 8 من 10 ل 9 من 10 الاتش. تمام، طيب يبقى انا لو انا عندي التي ماكسيمم تحت قيمتها جاما ووتر اتش في اور، لو انا عايزه اجيب التي ماكسيمم اللي هنا دي على ارتفاع 8 من 10 ل 9 من 10 اتش، يبقى التي ماكسيمم دي بتساوي كام؟ هقول اكيد 8 من 10 القيمه دي من تشابه المثلثات. يعني لو انا بقول هنا في الديب تانك الماكسيمم بتاعي مش تحت، يعني مش بالقيمه دي، لا ده الماكسيمم بتاعي هنا ايه قيمته من 8 من 10 ل 9 من 10. طيب وقيمه المومنت بتاعي، قيمه المومنت بتاعي الام فاينل هيساوي القيمه دي. طيب انا ملخصه لك الكلام ده هنا برضو في خطوتين، انا هصمم القطاع بتاعي على حاجتين، إيه ان انا هقول عايز اجيب الحديد الراسي عن طريق ان انا اجيب المومنت. طيب المومنت عندي عباره عن ايه؟ جاما ووتر في الاتش، الاتش ده اللي هو ارتفاع الخزان، والدي دي اللي هي الديامتر بتاع التانك، والتي ده اللي هو الوول سيكنس، وهنشوف ليه كاتبين تي ماكسيمم دلوقتي في المساله. طيب وعلى نسبه من 7.5 ل 8، خد اي رقم من 7.5 ل 8 مفيش مشكله. تمام، طيب يبقى انا اهو بقول لك ان انا هنا هطلع منه الحديد الفيرتيكال. تمام، طب والحديد الهوريزونتال هقول اللي هو بتاع الرينج تنشن. طيب مفروض ان التي ماكسيمم دي تبقى هضربها هنا في 8 من 10، هعدلها لكم قبل ما ابعت لكم السلايد. تمام، يبقى انا هنا لان انا هنا قلت ان التي ماكسيمم بتاعتي على ارتفاع من 8 من 10 ل 9 من 10 الاتش، فقيمتها 8 من 10 من القيمه دي. تمام، طيب انا هنا لو تفتكروا كنا بنعمل ايه في الريكتانجولر تانك، مش كنا بنجيب الحمل على الحيطه والحمل على الارضيه ونعمل ايه، ونعمل مومنت ديستريبيوشن، فاكرين؟ احنا هنا ليه ما عملناش كده؟ احنا هنا الدكتور بيحاول يسهلها عليكم شويه، ان احنا المفروض نمشي نفس الستبس بالظبط، ان احنا ايه نجيب المومنت على الحمل على الحيطه، ونجيب الحمل على الارضيه ايه، ونجيب بقى الفيكسد اند مومنت وهكذا. لكن الدكتور عندك بيقول لك لو انا طلبت في المساله تعمل لي تصميم للوول بس، تعمل لي تصميم للول بس، هتعمل ايه؟ هتعتبر ان المومنت ده هو المومنت اللي عندك وتصمم عادي. تمام، طب لو طلب منك ان انت تصمم الول والفلور هتعمل ايه؟ لا، هتعتبر ان المومنت ده هو الفيكسد اند مومنت، وتبدا تشتغل، هتعمل الجدول بتاعك، هتعمل هنا الول والفلور، والام فاينل دي هتحطها هنا في الفيكسد اند مومنت، وتحسب المومنت على الفلور، وتعمل بقى بالانسد مومنت، وتشتغل شغلك عادي خالص. تمام، ده امتى هعمل المومنت ديستريبيوشن؟ في حاله ان الدكتور طلب منك ان انت تصمم الوول والفلور. لكن هي عاده يعني الدكتور بايه بيبقى خلاص عارف ان انت عرفت تعمل مومنت ديستريبيوشن خلاص في في الريكتانجلر، فعاده بيجيبها لك ان انت تصمم الوول اونلي. تمام، فساعتها ان احنا مش هنعمل مومنت ديستريبيوشن، وهنعتبر ان المومنت اللي عندنا ده هو المومنت اللي جاي على الحيطه، ونشتغل عادي ونصمم القطاع بتاعي. تمام، وطبعا القطاع ده ووتر سيكشن، وهنكمل شغلنا عادي خالص. تمام، حد معترض؟ وهنشوف الكلام ده في المثال دلوقتي. تمام هندسة. تمام، طيب
تعالوا نشوف المثال وبعدين نرجع نتكلم على الشالو تانك، لأن ايه الشالو تانك في خطوة واحدة ولا نقوله دلوقتي؟ طب تعالوا نقوله دلوقتي. طيب ده الكلام ده انا خلصته على الفيكسد، على النوع الفيكسد، وفي نفس الوقت القطاع طلع معايا ديب. طب لو القطاع طلع معايا شالو، شالو بمعنى ايه؟ شالو بمعنى ان الديب تانك بتاعي، ان التانك نمبر قصدي بتاعي طلع اقل من 4 من 10، تمام؟ والتانك نمبر ده اختصاره تي ان، تمام؟ طيب لو التانك نمبر بتاعي طلع اقل من 4 من 10، تمام، هعمل ايه؟ القطاع بتاعي بيبقى عليه مومنت قيمته كذا اهو، وعليه رينج تنشن قيمتها كذا. طب هتعمل ايه؟ هتاخد القطاع ده تصممه، تجيب منه الاريا ستيل، والاريا ستيل دي اللي هي اريا ستيل فيرتيكال، تمام، وبنصممه على انه ووتر سيكشن. طيب ومن هنا الرينج تنشن دي تروح تصممها برضو على انها ووتر سيكشن، ونجيب منها انهي حديد، هنجيب منها انهي حديد يا باشمهندسين؟ الهوريزونتال. بالظبط، الحديد بتاع الرينج تنشن اللي هو الهوريزونتال اللي انا بحطه ايه في شكل دائري، تمام. طيب اهو انا كاتبه لك تحت ديزاين تو سيكشن اونلي ووتر سيكشن. قطاع هنا قطاع هتجيب منه المومنت، هتجيب منه الحديد الفيرتيكال، وهنا الرينج تنشن هتجيب منها الحديد بتاع الرينج تنشن اللي هو الحديد الدائري، تمام. ده في حاله ان هو طلع شالو تانك، فالموضوع سهل جدا في الـ في الـ في الشالو تانك. طب لو طلع ميديم، لا ده بقى موضوع وجداول، وهنجيب كتاب شاكر ايه هنشوفه المرات الجايه، تمام. طيب عشان ما يبقاش الكلام كتير، تعالوا نبص كده على اكزامبل، هتلاقي الدنيا ايه سهله ووضحت معاك. طيب هنا المساله بتقول ايه؟ بتقول ديزاين ذا وول اوف ديب ووتر سيركولار تانك، يعني هو هنا حتى محدد لك نوع التانك، مش هنستخدم مش هنجيب التانك نمبر، والنوع التانك ان هو دائري، ومديك الارتفاع 12، ومديك الدايمتر 8، وبيقول لك ان الارضيه عندك فيكسد، تمام. طيب هنعمل ايه؟ نرجع كده نفتكر بسرعه بسرعه بسرعه، نرجع نفتكر الديب تانك، ان انا هقول عايز اجيب الرينج تنشن، عايز اجيب التي، وعايز اجيب المومنت. طيب تعالوا ننزل نشوف تحت كده احنا عملنا ايه. انا هنا زي ما قلت لك ان احنا هنجيب التي ماكسيمم اللي هي الرينج تنشن من 8 من 10 ل 9 من 10 الجاما ووتر اتش في اور، تمام، اللي هي موجوده هنا زي ما قلت لك، هنزود هنا 8 من 10، تمام. طيب يبقى هنا هنقول ان 8 من 10 ل 9 من 10 جاما ووتر في الاتش في الاور، تمام. طيب تعالوا نعوض كده، اهو انا خدت من 8 من 10 ل 9 من 10 دي خدت قيمه 8 من 10. طيب والجاما ووتر احنا عارفين ان هي باتش ب 10 قصدي، والاتش عندي ب 12 اهو هو مديهالك، والار خدت بالك هنا ان ده ريديوس وليس دايمتر. طيب هنا الدايمتر عندك كان 8، يبقى الريديوس عندك ب 4، يبقى انا انتهينا على طول طلعت قيمه الرينج تنشن في خطوه واحده. الموضوع سهل جدا بتاع السيركولار تانك تجيبه الشالو، تمام. طيب وانا كتبت لك هنا فوق ان احنا فرضنا ان الماكسيمم عند 8 من 10 مش 9 من 10 عشان ايه تحلها، تمام. طيب لو خدت اي قيمه من 8 او من 9 مش فارقه، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هو هنا مش مديك التي وول، تمام. طيب عندنا كده قيمه امبيريكال ايه بتقول ان احنا لو مش مدينا السيكنس، ممكن نقول السيكنس التي دي السمول دي اللي هي السيكنس هتساوي 8 من 10 من التي ماكسيموم. التي ماكسيموم اللي هي ايه؟ اللي هي الرينج تنشن، تمام. طيب انا عايزه اكد تاني ان القيمه دي امبيريكال، عشان ما تقوليش ازاي انا طلعت سيكنس من تنشن من قوه، ازاي طلعت سيكنس من فورس. قيمه امبيريكال عباره عن فرض وليس الا، تمام. فانا قلت اهو ان السيكنس بيساوي 8 من 10 التي ماكسيموم. طيب التي ماكسيموم احنا كنا مطلعينها كام؟ كنا مطلعينها ايه ب 384 اهي، طلعت القيمه دي معايا طلعت 307، فانا هاخد السيكنس بتاعي 300. طيب انا ايه اللي يهمني عامه في السيكنس والكلام ده؟ انا يهمني لما اجي اعمل تشيك ستريس ان القطاع بتاعي يطلع مسيف، تمام. فانا قلت الموضوع ده عباره عن فرض تماما، عايز تيجي من غير ما تحسب دي وتيجي تقول هنفرض ان التي عندي بتساوي 300، مفيش اي مشكله، تمام. بس ده بيديك قيمه قريبه من اللي هتتنفس في الواقع، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نتاكد كده ان التانك ده فعلا ديب تانك. تعالوا نقول كده عايزين نجيب التانك نمبر، نفتكر التانك نمبر كان بيساوي الاتش سكوير على الدي في التي وول، تمام. الاتش عندي كان ب 12 سكوير، والدايمتر عندي كان 8، والتي وول عندي خدتها ب 300، فهيطلع معايا فعلا ان ده
59 اكبر من الرقم اللي هو 56، يبقى القطاع بتاعي ده طلع معايا فعلا ديب تانك. تمام. طيب عايزين كده نفتكر مع بعض يا باشمهندسين الديب تانك، ان انا قلت في الديب تانك بيبقى عندي مومنت تحت، صح؟ طيب ما احنا كنا عارفين من ايام الريكتانجولر تانك لو انا عندي ان انا كنت بعمل ايه تحت عشان اللي بيبقى عندي مومنت كبير تحت، كنت بعمل هونش، صح؟ لو نفتكر كنت بعمل هونش. فانا هنا السكنس اللي انا طلعته ده اللي هو سكنس الحيطه العادي. طيب انا عايزه اجيب السكنس بتاع الهونش، هعمل ايه هنا؟ ده معنى الكلام ده ان انا عندي ان انا عايزه اجيب السكنس بتاع الهونش، عشان ما ترجعوش تقولوا احنا ليه جبنا اتنين سكنس للحيطه، سكنس للحيطه عادي وسكنس تحت بتاع الفلور او اللي هو بتاع الحيطه اللي ايه عند نقطه التقاءها مع الفلور. تمام. طب انا اجيب بقى ازاي اللي تحت ده؟ هقول ان التي ماكسيمم، التي ماكسيمم بتساوي 8 من 10 في جاما ووتر في الاتش في الار. طب ايه فرق، ايه فرق هنا عن اللي انا جبتها في الصفحه الاولانيه؟ انا هنا قلت 8 من 10 من التي ماكسيمم. طب تعالوا نشوف كده مع بعض احنا كنا جايبين التي ماكسيمم ازاي. كنا جايبينها 8 من 10 في الاتش في 12 في 4. طب تعالوا تحت كده احنا نشوف كنا جايبين التي بتاعتي ازاي. على طول جبتها الجاما ووتر في الاتش في الاور وليس 8 من 10، يعني هنا فوق كنا ضاربين في 2 8 من 10، 8 من 10 اهي و8 من 10 اهي. تمام. طب تحت لا، هي وانا بجيب التي ماكسيمم ضربت في 8 من 10 واحده. تمام. الحته دي وصلت ولا عيدها تاني؟ مش منسين ولا واحد صحي؟ لا لا تمام. طيب ماشي. يبقى انا عايزه اقول هنا، نقول لها كده بسرعه تاني، ان انا عندي ال 300 دي جبتها منين؟ جبتها من 8 من 10 في 8 من 10 في الجاما ووتر في الاتش في الاور. اما اللي تحت دي جبتها ايه؟ 8 من 10 في جاما ووتر في الاتش في الاور. تمام. لان انا عندي هنا الماكسيمم دي التي ماكسيمم كانت هنا كانت جاما ووتر اتش في الاور، اما هنا كانت ايه؟ عباره عن 8 من 10 في جاما ووتر في الاتش في الاور. تمام. طيب دي طلعت معايا التي طلعت معايا 384 فخدتها 400، فانا عشان كده قلت ان انا عندي التي اللي فوق دي 300 والتي اللي تحت هنا 400. طيب بعد كده يا باشمهندسين انا بقى عندي اهو فين المومنت هنا؟ اهو انا هنا جبت قيمه ايه؟ قيمه الرينج تنشن. طيب عايزه اجيب التسليح بقى، التسليح بتاع الرينج تنشن اللي انا جبتها. طيب انا عندي الحيطه ارتفاعها 12 متر. تمام. والماكسيمم، الماكسيمم بتاع الرينج تنشن هنا كده. هل منطقي ان انا احط التسليح بتاع اللي انا جبته من الماكسيمم ده في كل الحيطه؟ لا مش منطقي. فابتدينا ان احنا هنعمل ايه؟ هنقسم الشريحه الحيطه بتاعتي لشرايح. تمام. هاخد ايه؟ الحيطه بتاعتي كانت عباره عن 12 متر، فهبدا اقسمها 2 متر في 2 متر في 2 متر، واحسب عند كل شريحه الرينج تنشن بتاعتها ومنها هطلع لها التسليح. طيب بما ان الحاجات كترت فانا هعمل لها جدول، ده الجدول بتاعي. تمام. هحسب ايه؟ لو نفتكر خالص ان انا كنت بقول ان البي عندي، خلينا هنا ناخد الجنب مره ايش. طيب خلينا هنا نقول ايه؟ ان عندي كانت قيمه الرينج تنشن او قيمه الحمل كانت بتساوي ايه؟ جاما ووتر في الاكس. باشمهندسين اللي فتح المايك يا ريت يقفله. طيب هنا كنت بقول ان البي عندي بتساوي جاما ووتر في الاكس، الاكس دي اللي هي ايه؟ الارتفاع لحد النقطه اللي انا بحسب عندها. طب انا قلت ان انا اقسم الشريحه عندي 2 متر في 2 متر، فانا اول ارتفاع عندي هيبقى من 0 ل 2، فهقول الجاما ووتر في الاثنين، الجاما ووتر عندي ب 10 في الاثنين هتساوي 20. طب الشريحه الثانيه هاخدها كده، انا خدت ايه؟ 2 متر. تمام. طيب هاخد ايه الشريحه اللي بعدها؟ 4 متر. تمام. يعني زودت 2 متر، بس لما اجي احسب قيمه البي ماكسيم هتبقى عباره عن الارتفاع كله اللي هو 4 متر، فانا اقول الجاما ووتر في الاتش اللي هي ايه؟ ب 40. تمام. طيب وبعدين زودت 2 متر جاما ووتر ب 60، وبعدين زودت كمان 2 متر فايه بقى لحد 8، انا باخد ايه؟ الارتفاع الكبير اللي هو 2 4 6 8 واضربها في ال 10 تطلع لي قيمه الحمل. تمام. طيب هنا
خلاص الارتفاع عندي كله كان 12، فابتديت اخد ايه اخر 4 متر مع بعض. ليه؟ لان انا قلت عندي، لو نفتكر الرسمه اتبهدلت، لو نفتكر ان انا قلت عندي ان الماكسيمم مومنت، الماكسيمم رينج تنشن عند ارتفاع 8 من 10، فانا لما اخد اخد لما اجي اخد اخد اخر 4 متر يبقى انا كده خدت فيهم ايه التي ماكسيمم كلها، مش محتاجه ان انا احسب ايه عند اخر مترين لان ايه القيمه عندهم صغيره، فعشان كده خدت في الجدول اخر 4 متر على بعض. تمام. طيب وخدت هنا الارتفاع اللي هو في النص اللي هو 10، فانا قلت 10 في 10 بقى ايه بقى 100. تمام. طيب بعد كده ده قيمه الحمل، عايزه اجيب قيمه الرينج تنشن، اقول الحمل عندي في الريديوس، الريديوس عندي كان 4، فاضرب كل قيمه هنا في 4. تمام. طيب بعد كده عايزه اجيب الاريا ستيل، زي ما قلت ان انا عايزه اجيب الاريا ستيل، هقول التي التيم بتاع الاف فيلد على جاما اس. تمام. وطلعت الاريا ستيل بتاعتي. تمام. والستيل في كل ناحيه، في كل ناحية التنشن ده طلع لي، تعالوا نشوف كده هنا، انا هنا هحتاج ان انا احط ايه تسليح كده هنا وتسليح قصاده الناحية التانية. تمام. طيب التنشن اللي انا جايباها دي هتطلع لي حديد التسليح مجموعهم الاريا ستيل توتال، فانا عشان اجيب الاريا ستيل لكل جنب فبقول اريا ستيل اللي انا جبتها على الاثنين. ده بالظبط اللي انا عاملاه في الجدول، ان انا قلت ايه الاريا ستيل بتاعت كل ناحيه لوحدها اريا ستيل توتال على الاثنين. تمام. وطلعتها، وبعدين ابتديت ان انا اطلعها ايه لكل متر. تمام. وهنشوف دلوقتي واحنا بنرسم حديد التسليح ازاي هحط الحديد الكتير اللي انا جايباه ده. تمام. بس خلينا متفقين ان الحديد اللي انا جبته ده عباره عن الحديد بتاع ان ده عباره عن الحديد بتاع الرينج تنشن اللي هو الحديد الدائري. تمام. طيب هنا انا كده جبت حديد دائري، فاضل لي ان انا في الديب تانك ده ان انا اجيب الحديد بتاع الراسي. تمام. فانا هنا ما جبتش المومنت، تعالوا نجيب المومنت كده. المومنت هو قانون محفوظ هيساوي جاما ووتر في الاتش في الدي في التي ماكسيمم على الرقم ده. عرفتوا بقى ليه هنا ان انا قلت التي ماكسيمم؟ لان انا عندي لو بصيت هنا على الشكل ده هلاقي ان انا عندي قيمتين للتي، قيمه كانت 300 وقيمه كانت 400. طب انهي اللي انا هعوض بيها في القانون بتاع الام فاينل؟ اللي هي القيمه الماكسيمم. القيمه الماكسيمم ليه؟ لان انا عندي هنا المومنت عندي تحت، المومنت بتاعي تحت اللي هو عند السمك الكبير، فانا لما اجي اجيب المومنت هعوض عن السمك بتاعي السمك الكبير. طيب الجاما ووتر عندي ب 10، الاتش عندي ب 12، الدايمتر عندي ب 8، التي ماكسيمم عندي ب 4، وقسمت اخترت الرقم اللي هو 7.5، طلع لي قيمه مومنت كده. تمام. نعرف نصمم؟ اه نعرف نصمم. طب الاول مش عشان اصمم محتاج ان انا اعمل ان انا اقول ان ده ووتر سيكشن، فهعمل ايه؟ هعمل تشيك ستريس. طيب اعمل تشيك ستريس، هعمل هنا تشيك ستريس عادي زي ما احنا متعودين، كنت بفرض ان الايتا عندي بواحد وسبعة، واجيب الاف سي تي الاول او واجيب الاف سي تي الاول ومنها، او اخلي المفروض ان دي ايه في الاخر يعني، بس المفروض ان انا بفرض الايتا عندي بواحد وسبعة، وادخل اجيب السكنس بتاعي عشان اتاكد ان القطاع بتاعي سيف في التشيك ستريس. تمام. طيب هقول ستة في الام بتاعتي اللي انا جبتها اهي، على البي عندي ده قطاع في حيطه فهتبقى ب 1000، الاف سي تي الاول اللي انا جبتها اهي. تمام. طيب طلعت لي السكنس بتاعي 416، فانا ما زودتوش، انا خدت 400 وهرجع اتاكد ان هو هيطلع سيف. ابدا اجيب الاستريس بتاعتي الاكشوال نتيجه المومنت اهو، 6 الام وركينج على البي في التي سكوير، على واجيب التي فيرشوال ومنها اجيب الايتا من الجدول، وبعدين اقارنها طلعت ان سيف فزودت التي خدتها ب 450، كان المفروض من الاول هنا اخد 450 ايه، وجبت الاف سي تي اكشوال تاني وقارنتها بالالاوبل طلعت سيف، طلعت سيف. طيب بعد كده عملت ايه؟ ده التشيك ستريس اللي احنا عارفينه، مفيش فيه كلمه زياده. تمام. بعد كده عادي هصمم قطاع عباره عن عليه مومنت بس. تمام. خدت جبت الدي اهو، و طلعت السي وطلعت الجي، طلعت من هنا الاريا ستيل وما نسيتش اقسم على البيتا كريه، طلعت معايا الحديد بتاعي 5.16. حد معترض؟ تمام. تمام. طيب نبص كده على التسليح اللي احنا جبناه. طيب التسليح هنا مش واضح قوي فانا رسمته لكم كده في ورقه. طيب احنا طلعنا الحديد الرئيسي
نتيجة المومنت كنا مطلعينه ايه 5.16، تمام؟ طيب هنا في الرسمة دي، الرسمة دي من غير هونش كده غلط، لان احنا ايه كنا جايبين، كنا جايبين هونش، المفروض دي تبقى 450 مش 400، انا نسيت بس، تمام؟ طيب يبقى هنا هرسم الهونش بتاعي، والحديد الرئيسي بتاعي اللي كان لجوه ده كان 5.16، فاهو رسمت المقص بتاعي، وهنا انتوا فرضوا بقى الحديد ده ما فيهوش كلام جديد، المفروض بقى ترسم الحديد بتاع الفلور كان هيبقى برضو 5.16. طب اما الحديد بقى، الفكرة كلها في الحديد اللي انا جبته من هنا ده، تعالوا نقسمه كده مع بعض. انا قلت الحديد تحت من اللي تحت من 8، من 12 ل 8 متر عبارة عن 5.16، والحديد ده لكل متر اهو، تمام؟ تعالوا نبص كده اهو، من 8 ل 12 اهو، اللي هو اخر 4 متر كان الحديد بتاعي 5.16. انهي حديد بقى؟ الحديد المنقط اهو، انا حتى رسمه لكم بلون اخضر كده اهو، بس مش باين قوي. الحديد المنقط في الناحيتين قيمتهم كام؟ 5.16. انا جبت الكلام ده منين؟ انا ناسي، انا جبته من قيمة الرينج تنشن، جبته من هنا، الرينج تنشن تحت عندي كان بالقيمه دي، وجبت منها حديد التسليح، تمام؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ اخر الاتنين متر اللي بعدهم كانت قيمتهم كام؟ كان 7.12. تعالوا نبص كده اهو، الحديد المنقط في الناحيتين في الاتنين متر اللي بعدهم كان قيمته ايه؟ 7.12. طب اللي بعدهم تعالوا نبص على الجدول، كان ايه؟ 5.12 اهو، اهو 5.12. طب الاتنين متر اللي بعدهم او الاخر 4 متر، يعني 5.8 دي احنا مش بنستخدمها قوي، فاحنا ايه اخر 4 متر هنخليهم ايه 5.10، تمام؟ ورسمت الهونش، والحديد بتاع الفلور بتاعي اعتقد انتوا هتعرفوا تفردوه، بس والحديد الفيرتيكال بقى الباقي هستخدمه حديد مينيمم عادي 5.10، تمام؟ يبقى الرسمة دي هي مظبوطة بس ما فيهاش الهونش، تمام؟ حد معترض لحد هنا؟ لا تمام. طيب في دقيقتين بالظبط هلم اللي انا قلته كده بسرعه. انا عندي يا باشمهندسين ان احنا النهارده اتكلمنا عن السيركولار تانك، وعرفنا ان شكل القطاع بتاعي بقى قطاع دائري، تمام؟ عرفنا انواع جديده من الجوينت بتاعه الوود، ان هي سلايدنج او هنجد او فيكسد، تمام؟ طيب ابتدينا نشوف السلايدنج، اهم حاجه ان انا عندي ما يدخلش الحديد بتاع الحيطه، ما يدخلش في الفلور ابدا، والحيطه دي انا بصممها على رينج تنشن. طب الرينج تنشن دي بتجيلي منين؟ بتجيلي ان انا عندي الميه عايزه تفتح الحيطه لبره، فالحيطه بترد عليها برياكشن قيمته تي. التي ده انا جبته منين؟ جبته من القانون ده، عرفت احسب قيمتها الماكسيمم اللي تحت جاما ووتر في الاتش في الار، وعرفنا ان في الديب تانك مش بتكون الماكسيمم عندي تحت، لا في الديب تانك الماكسيمم بيكون عند ارتفاع على 8 ل 9 من 10، تمام؟ ده بالنسبه للسلايدنج. طب بالنسبه للفيكسد عرفنا خلاص ان انا عندي الفيكسد بقسم هل ثلاث انواع، الشال والديب والتانك. طب بحدد نوع التانك على اساس ايه؟ على اساس التانك نمبر. طيب وبعدين لو عرفت ان هو فيكسد، عرفت ان انا عندي مومنت تحت، وطبعا كده كده عندي رينج تنشن بجيب منها الحديد بتاع الرينج تنشن. طب الهنجد، الهنجد بيبقى عندي شكلها كده مش بيدخل قوي الحديد بتاع الحيطه جوه البرز، وفي نفس الوقت مش بتكون ما فيهاش اي حديد. السبورت ده لما اجي انا لما اجي اعمله بيكون عباره عن رولر سبورت، اما ده هنجد اما ده فيكسد، تمام؟ طيب عرفنا ان احنا هنتكلم بشكل اكتر عن الفيكسد، وخدنا اول نوع اللي هو الديب تانك، عرفت ان انا هصممه على اجي التي ماكسيموم، وهنا بصممه على الام فاينل، ده بجيب منه الحديد الفيرتيكال، ده بجيب منه حديد الرينج تنشن، ده بجيب منه الحديد الفيرتيكال. وعرفنا كمان دي نقطه مهمه قوي، ان هو لو قال لي صممي الوول بس ان انا مش هعمل مومنت ديستريبيوشن، اما لو قال لي صممي الوول في الفلور لا هبدا اقول الام فاينل ده عباره عن الفيكسد اند مومنت بتاعي، وابدا ايه اصمم الفلور عادي، واجيب اجيب الفيكسد اند مومنت بتاع الفلور، وابدا اعمل بالانس مومنت واشتغل شغل مومنت ديستريبيوشن عادي جدا، تمام؟ طيب لو التانك بتاعي طلع شالو، هو عندي قيمتين، المومنت قيمته كده اهو، والرينج تنشن قيمتها كده، هصممه على انهم ووتر سيكشن، واطلع الحديد ده بتاع الفيرتيكال وده بتاع الرينج تنشن. طيب الميديم هنتكلم عليه المره الجايه،
ولو والمسألة بتاعتي واضحة ما فيهاش أي حاجة غير إن الحتة بتاعت السيكنس دي وأنا وضحتها، والحتة بتاعت الجدول ده إن أنا عندي التي ماكس ارتفاع الحيطة كبير، فما ينفعش إن أنا أجيب الحديد من التي ماكس وأحطه في الحيطة كلها، هيبقى وسط قوي. فأنا عشان كده ابتديت قسمت الحيطة عندي لشرايح، وكل جزء جبت لها الحمل بتاعها وحطيت الحديد اللي يناسبها، تمام. وهنا في المسألة أنا إن هو قال لي ديزاين الوول بس، فعشان كده ما عملتش مومنت ديستريبيوشن، طلعت التسليح و سواء بتاع الرينج تنشن او سواء بتاع الفيرتيكال، وهنا انا عملت تشيك ستريس. طيب هنا وانا بصمم القطاع بتاع الرينج تنشن ليه ما عملتش تشيك ستريس؟ هو هنا هيطلع مسيف لان الرينج تنشن قيمتها مش كبيره قوي، بس المفروض ان هو ووتر سيكشن عادي وبعمل له تشيك ستريس، عشان ايه ما تسالوش نفسكم يعني كتير، هو هيطلع مسيف، تمام. فانا عملتها عندي على في المومنت، عملتها مره وخلاص، تمام. طيب طيب حد يقول لي هنا احنا كنا في قطاع بتاع الحيطه، لما كان التانك عندي ريكتانجولر كانت الحيطه عندي بيبقى عليها نورمال ومومنت، هنا ليه ما عنديش نورمال؟ لا انا هنا عندي نورمال عادي، بس انا هنا ما جبتش سيره الفلور، ولا جبت الاحمال اللي على الفلور، ولا جبت قيمه الرياكشن اللي جاي على الفلور اللي هو بيعمل لي تنشن على الحيطه، فعشان كده انا ما جبتش سيره النورمال في الحيطه خالص، تمام. لكن انا عندي في العادي لو انا اشتغلت مومنت ديستريبيوشن وطلعت التنشن اللي جاي من الفلور على الحيطه، هشتغل القطاع ده عليه مومنت وتنشن عادي زي قطاع ريكتانجولر، مفيش اي اختلاف، تمام. بتهيألي دي كل الملاحظات اللي انتوا هتقفوا قصادكم في اللي هتقفوا قصادكم في الـ في الـ في الشالو الديب بتاع السيركل، تمام. هو الموضوع بسيط، الشغل كله بيبقى في الميديوم يعني. لو حد مش فاهم اي حاجه يا ريت يسالني. لا تمام يا باشمهندس، شكرا. زي الفل يا باشمهندس، تمام. يلا يلا وقت الحق وتكملوا نوم. هندخل بس عايز حضرتك اللي بعد.